مرتي ترد على سيلاوي بالأخرس. شاهدوا المزيد من التفاصيل. صدمت قمرتائي كل المتابعين بإعلانها بشكل واضح أنها تساند الفنان الأخرس، حيث قامت قمر بنشر ستوري أعلنت من خلاله عن حفلة الأخرس في قطر، وقامت بوضع أغنية الأخرس على ستوري، وكانت كلماتها: طيب مين اللي فاز ومين الخسران؟ وين الإنجاز لما تكسر إنسان؟ واعتبر الجميع أن كلمات الأغنية موجهة لسيلاوي الذي عاقبها بسبب حبيبته يانا. أما سيلاوي فكل المؤشرات حاليا تدل عن انفصاله عن حبيبته يانا. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know. أصالة صرصور. أصالة أصالة في صرصور. أصالة حامسكو. Are you psycho? حامسكو أصالة. أصالة حامسكو. أصالة اوكي يا جماعة، طلع اعلاني على تيك توك لشيرين. ليه بتقلديني؟ ليك عاملة حيوانة؟